بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس حكيم كاح أؤادي أقو أماني قورك وعنا تلمامي إنو كمذ يهي آيات آياتها الله كمذ سبحانه وتعالى آياتها فرها بضن إني كعق لقاتان ضدك فكراي وقغانا يا إلهي آيات كيس إني ضد إي حقيهين وعنا وحكسو تلماني قورك إي قيمها أوليهي وعن إن ير عرب كصومريني بل إن يرضى ما أنت جوكت ويلل إيا قبدبا إيا وحيابها أي كد حسقيهين هذه ربي إذن سبحانه وتعالى وحير وحانو هرصا عقبات كقور كهور تاغن محايد بل إن يرضى در قذار رذي در بيضة فدي لقرسا لأيهين محاسا لو قرسا لأيهي قبدها ترضى بطي إي أقل ذي قريها فدي وحاولي جيد أن تقعن قاسة دأبي أنه أن لين هاي أهين قبل إسكابول اللي يرهدو وحاجر قبل كلي قد دقن وأفر وشن واللح تضبي طوان بيقارين بالله المامي كلي قد أيقا إسكامسول دلين يرهدي ميشا سيفا ديان وايا ولا ليال محادع وحالة دلو سميي ما قبلي با ديدن إلا قرسدو ما سرقي با ديدن إني مركا وح قرسدان ما قبلي با مهر كقاليي سانت المامي دونو ما صدلا يرد ما وحي سنين وحيا بفر بضن السؤال إن لسوي دي يمضن أي مركا جرتا وحيا ربا وحكا المامي دونا عقبات كقورك وحا الله لوحي تلي دكا أي سوقرتين أما سؤالات أو موضوع كساب سنة وقت بان أصمين دونا هذه ربي إدمو وعن مغلى حالي مركي اللي يرى وراقوين كهلا صوقرة دلن يرى وحي أفهم من بال اللي يري قبل اللي ذي مكو دراي ورغت صوقرتا ركاس سباطة دفر عسرايا حالة صاماهين إن شاء الله مرك بعد مي حالة صدا تاوال عليا إلهي كتاب كيس حكيم كي منزل كا وحقو كت المامي إن دمركا إيا رجع إسقور سدا لبضو بأي لبس إسكويهين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إذن كأستر بد أتهم بو يري إلى سبحانه وتعالى أيقونا أستر بي إذيهين ماشا معناها اللي فهمي كرام حويهي إن كستو لبس كلا تلمام هايو شو كذا أي وضطي قميص كي سروال كاد وضطوصا أهين أو معنى كحيل دير أو كجرو هادانا قبدا مسلمة داء هادي سنقور كسقنين أما أن لقبين إن بضن وحيل لمتا وحيل لبس لهين ويل كنا ساسو كلو لمديهي سيدا إلهي تلمام يهن لباس لكم وأنتم لباس لهن ويواد أستريسان أيدين كنا ويدين أستريان قبلها إيا ويلشا إسقبا ميت كستكا كلا لبس بوئيهي هذا ذا حاس لهين ياكو أستريا قبلو مر الله لمر كلا قرسدو صوبت لو يري نكاح هلا إعلاميو أو كره الله قابو أو مساجد هذا هلا جيو أو نلو شرحن هلا جو شرح ميلها أروسك كدا عيم عيتها هاي كي صوم مربا إنو ده محاك جرا ماشا وجور باك جرا يلا جورسنا يا هبلايو وخلاص ويد ماتة ومحسنات قف كلا أوه انقل تاجا يا يمجرو أنت بدن ويبد بدن قبلها جورك كجرا أنت بدن مبد بدن كوا أن ولي جورسنين كوا أن ولي جورسنين أنت بدن مبد بدن تكسيلها مر الله على مر كي إن راضه عبار مركو سعسيو سلام كدب سؤاش أقوهر سوي دينا محيتم تغانين ما الله وقبا ها هدي دهضو إن بضم بك قاب سنيا ما يمر كي دهضنا وحاب بلابنا يا حصاب وحاب بلابنا يا حضل
waxaa bilaabanaya taleefan la kala qaato waxaa bilaabanaya arimooyin badan oo noocaas ah waayo gabadhani ma aha gabar xasilan ma aha mid ilaalsan qur'aanka marka gool kamida wal muxsanaat min annisaa yaa loola jeeda muxsanaatka waa dumar rag leh waa xaasas buu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala idan gabadhu markay xijaaban tahay waa ilaalsan tahay markay ahludiin tahay waa ilaalsan tahay markay masjidka fadhiisa way ilaalsan tahay sidoo kale markay xaas tahay oo ay reeri leedahayna in badan bay badbaadaa wax badan ayaa laga yaabaa inay badbaado sidaa darteed walaalayaal xaaladdan aan aad iyo aad u fiirino guurka inuu qiimaha faraha badan leeyahay inaan aad iyo aad ugu dadaalno waa shay muhiim ah ilaahay kitaabkiisana in badan buu ku ammaanay in la guursado in badan dadka guurka ku jira wiilal iyo gabdhana in badan bay aad iyo aad u badbaadaan dhallinyarada waxaan in badan dhihi lahaa guurka aad iyo aad ugu dadaala sanadkan iyo qarnigan aanu ku jirno waxaa badan dhallinyaro waxaa fara badan waxyaabo badan iyo hanti aan haysano laakiin guurkaa yaraaday waxaa adduunka soo maray jiil aan waxba haysanin laakiin guurku ku badnaa waxaa adduunka soo maray jiil mar allaalla markii ay guursanayeen aan shilinna haysanin walaalayaal maantana markaad fiiriso ayagoo ilaahay dartii ula jeeday cafaaf iyo dhowrsanaan ka rabay maantana hanti iyo owlaad meel ay dhigaan markaa la la'yahay waayo saddex qofood anaa cawn iyo kaalmo u ah buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa naakix iyo nin raba inuu guursado cafaafna ula jeedaa sababtuu u guursanay waa inuu dhowrsanaado waa inuu edabdaradii akhlaaq xumida magaalada ka jirta alla ka badbaadiyo inuu helo meel uu shahwaadkiisa ku guto inuu helo diintiisii bar ka mida inay ilaalsanaato qofka noocaas ilaahay dayici maayo subxaana wa tacaala qofka noocaasi ilaahay ma dayacayo rabbi ayaa yidhi wa ankixu lyaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakuunuu fuqaraa ilaahay baa diiqaya subxaana wa tacaala war isu guuriya xaaslaabayaasha wiilka aan xaaska lahayn iyo gabadhaan xaasadda lah xaaska lahayn labada waa labada ugu badan ee adduunka fasahaadiya waa labada ugu sharta badan waa labada ugu dhibaatada badan muxuu rasuulku u amray inay soomaan muxuu rasuulku u amray inay soomaan hadday guursan waayaan fisqi baa la diida xumaan baa la diidayaa waxyaabo badan oo akhlaaq xumiyo aadaab darro ah inay magaalada ka dhacdaa la diidaa iyo bulshada dhexdeeda sidaa darteed walaalayaal waa in marka hore qalbiga aad gashataan maxaan ku guursadaa maxaan haystaa maxaan siiyaa maxaa maxaa inta la leeyahay dhibaato fara badan baa imaanaysaa maxaaba hala dhee haddii la ilaalsanaan la waxbay ahaan lahayd mana guursanayo mana ku dadaalaayo mana soomaayo indhiisana ilaalin maayo waxa la rabo maxay tahay marka akhlaaq xumaa loo socdaa edib daraa loo socdaa xaaladda noocaas aan iska ilaalino siciid ibnulmusayib gabadhiisii mar allaalla markuu u guuriyo canugii ardayga ahaa ee masjidka nebiga wax ka baranaayey macalin laba dirham baan haystaa buu yidhi wax kale oo aan haysta ma laha qaar baa wax u arursan yihiina meel u yaalaan laakiin inay ku dhoofaan bay rabaan soo maa dhallinyarada agtarkooda labaan haystaa buu macalinkiisi buu la hadlayaa kaalay soo dhowow halkaasaa la fadhiisiyaa loogu nikaaxiyey kitaabkaanu ku soo marnay waa loo mehriyey waan soonaa buu dhahay maalintaa waa wareeray waa dooqay buu yidhi wiilkii la mehriyey sidaa darteed waxaan iloobayba soonkii mar allaalla markaan salaadda makhribkaa tukaday gabar baa ku meersan meherkiina laba dirham waay laba dirham buu haystaa wax kaloo ka dhacaa ma laha aqal yaroo duqashaa meesha ugu yaala sariir ma laha wax la dhigaa ma laha faynuus baa u taala laakiin kutub cilmi badan baa meesha u yaala rabbi buu ku kalsoon yahay subxaana wa tacaala intaa wixii ka dambeeyey maxaa dhacday saciid intuu ku fakeray say ku dhici kartaa nin xaas leh inuu keligii jiifto gabadhaadii oo xaasad ahna inay guriga kuu jiifto muxuu sameeyey soo labisuu yidhi jalbaabkeedii bay isku soo tuurtay waa la soo kaxeeyey aabbaa soo kaxeeyey albaabkaa loo soo garaacay waa kuma waa siciid siciidaan garan waaye buu yidhi maskaxdayda waayo waa macalinkii dhammaa waa shiiqiisii gabadhiisii buu u wadaa albaabka markaan ka furo meeshuu taagan yahay alla maxaa dhacay xaaskaagaan kuu wadaa waa yaxyaxay buu yidhi xabad muufii saliid baan ku afuraayo meesha ii tiilay waxaa isdhahay gabadhii waxaa la yidhi gal calaa barakatillah gal guriga ninkaaga
walaal yaasi wax suudeen fiiriya inta maxaa laga qararaya gabadha noocaas is arooskeeda qiimo ma laha miya faajirada maanta looga tumo oo kalaabiyada iyo fanaaniinta taasa qiimi wanaag leh miya gabadha taabiciyada ah cilmiga aabeed xambaarsan khayrkii wanaag leh mar allaala markii gabadha soo dhaqaaqday waxaan ka xishooday buu yiri muufadii saliid inay aragto faynuusta ka dhaqaajiye marka hore say mugdi u noqoto waa soo cararay wixii baa dhinac u bixiyey xaaladahaas wax loo samayn jira walaalayaal niyad baa idinka maqan iyo iimaan xaqiiqda marka laysku sheego wax kasta waad haysataan wax wax lagu guursadana waad haysataan sidaa darteed niyad bir ah lala yimaado manihi roobi baa naag lagu dhaqi karaa qaar baa yidhaahdaa xaggee lagu dhaqaa hadda lagu dhaqi karin xaggee la tegaa marka walaalayaal sidaa darteed dadka muslimiinta ah khaasatan dhallinyarada gabdhaha waxay sugayaan waa idinka gabdhaha waxay guurka ka rabaan waa idinka waxa laga raba xilkas inay noqdaan waa idinka waxa la raba inay soo xamaalaan waa idinka waxa la raba inay wax soo kasbaan waa idinka idinkana ha ismoogsiinine intaad ilaahay talada u dhiibataan khayrkii wanaagga ku dadaala haddaan sidaa la yeelin walaalayaal waqti baa dhumaaya waqtiga waa sii socdaa gabdhaha haddii ay 20 sano ama 18 25 meelahay ku guursan waayaan maxaa la gelayaa sodomeeyo soo maaha maxaa la sii gelayaa fartameeyo maxaa dhimano kale goormay guurkii nadiifkii xalaasha ay macaankaa la helayaa sidaa darteed dumarkana wakhti ha ka dhumiinina in yar oo rabbi idin siiyaa idinku filnaanaya iimaan raasiqa la imaada daacad dhaba la imaada rabbi subxaana wa tacaala ku kalsoonaada khayrka iyo wanaagga ku dadaala faaxishada yaraanaysee meel is-istaagaab yaraanaya xumaatadii waxyaabaha jira way yaraanayaan mar allaala markuu guurku bato markuu guurku bato khayrka iyo wanaaggaasaa la gaarayaa sidaa darteed caqabadaadka guurka dhallinyarada intaa markaan uga baxna caqabaadka guurka hortaagan waxa ugu weyn waa waxaan hadda tilmaannay waa iimaan la'aan waa qofkoon ilaahay ku kalsoonayn subxaana wa tacaala maxaan siinayaa meeqasanaad jirtaa wax ku siin jiray meeqay jirtaa yaase ku qiyaasa quudin jiray ma waxaad iska dhigaysaa sidii wax adiga risqi gacanta ku haya ma waxaad iska dhigaysaa gabadha risqiidanaad gacanta ku hayso wixii alla kuu soo dhiibaad siinaysaa wixii ilaahay kuu soo dhiibay daacad ahow dadaalna samay waxaad soo heshana ha ka qarsanin gabadha masaakiinta ah wax allaalla waxaad soo heshay wax uga iibi waxa dhibaatadana saaran waa is-aaminitaan la'aan waa qiyaano asagiina waa khaa'in ayadiina markii aragtay inuu khaa'in bay khaa'inad noqotay suu u socdaa loola socday sidaa marka waa in layska daayaa waa in ilaahay laga baqaa subxaana wa tacaala ninkii dhahay macaan ku guursadaa macaan ku guursadaa macaan haystaa maalinta dambe waxaad maqlaysaa 14,000 oo dollar baa lagu qaaday shalay wuxuu lahaa maxaan ku guursadaa ani xaggee ka keentay hadda sidaa darteed walaalayaaloo waxba waxbaa ka ahmiyaysan waxba waxbaa ka awliyaysan qofka muslimka ah diintiisa ilaalsanaanteedu waa guurka qofka muslimka waxuu ku ilaalsanaan kara waa guurka sidaa darteed qodobka ugu horeeya eena loogaga baahan yahay waa inaan iimaan iyo casiimo iyo go'aan iyo tala saarasho alle oo adag aan la nimaadaa waa midda koowaad haddaan taa lala imaanin xiraan buu qofku ahaanayaa midda labaad caqabadaadka guurkeenna hortaagan ka mid ah in badan aan saarna dumarka gardarrade waa meherkoo qaali ah meherka faraha badan dhallinyaradu way ka sheegteen walaalayaal sidaa darteed rasuulka sallallahu calayhi wasallam inkastoo gabadha muslimadda ah wax allaalla wixii ay doontay meher ka dhigan karto haddana wuxuu ammaanay meherka yar meherka aysarkee khafiifkee ugu fudud waa meherka ugu barakada badan gabdhihii dhex yar lagu guuriyey ilaahay baa baraka ku daray subxaana wa tacaala kuwii faanba ha ka ahaatee intaas waayo doolara intaabaan nahay xaaladeeda maxaan doolarka naqiinay markii hore waxara iyo geel iyo lo'baa laysku meherin jiray sidaa darteed baa mar allaalla markii maanta meesha la yimid xaaladaana ay saa u badatay dhallinyaradii gadaal bay u kaceen ilaan gabadhii afka loo kala qaadee lala hadlaba meherka ugu horeeya wuxuusan awoodi karin
معاك وحيقا حفلة دي لديقي لها معاك وحيقا قبط لي ساحي بدي إذا ماشي لوغر ديقي أكلي دوني ساحدنا تاج إذا بدر اللي يرهدو قبطها لصارو يسن سعون كيرين سدح قبطورنا كربة انتو قصو قاضان سدحنا انت كربة قاضان مركلة قلبيني سادر تدباب الله عبس قبابيني كفتو مشاكل نوع عسنوايا لا ميقا لغو كريا حالدها صوتن وديباتوين كي عقبادات كغور كهور تاغن تا وحكم السولة قبطها والذين أقول يهي إلهي سبحانه وتعالى إذن كما عريرين مهرك إذن كإسكاله حير مقاله طل مقاله قضي مشيقي كارو كابقابل كما هدلي كارو إن أنت إذا كهدلي كارتا قبرد إيويلكو كدحيا لكن وحكا لي وحكين إيو وحن أذير هلا سيئي إيو وموضوع كلي لكن هدي مهر يمادو نا أمس واد مغلي سامات نا أمس ويسوه الشيين سدح بقال ضرر بيكسوه الشيين ما حاتري ما سدح بقال ما قبلنا سدح بقال لقو مهريا أمس باطالة أمس معها هذي ملايين شيكتان أيضا له هذي كل شيكتان أيضا له كو هذي شيكتان أيضا له وجسد كذا ماشا أغو الشرف طبضا ووحي كباني سنة سوال عليا سيدا در تدهلالة قرقر تمينة قرر وحان الله الله يا أضياش وحان الله الله يا والدين تا بعدما يسيدا تهي مهرك قبلها إسكالي أيها والله قد سنكرا ولا لي وحي قدن إن بضن إسلام كوحو آذي أضو أماني مهرك آذي أضو ير مهرك ما أنت أي شاكتان ووحي كان بني لغفره كوح شركة أهمرك إسو يماذان وحي إسكو الدرداراني شركة كفرتان بيكيلي قد ميرو شاكتان ما أنت وحالت دا نوع صالة مريا شركة ما أها ولا ليا ميشاني وإن الأحفاف هشو وإن الأرسلان هشا وإن إلهي سبحانه وتعالى خيرك وناقك وافجيا تاسا مركا لقود دالا نمبا نبي قبر با نبي قوت ميد صلى الله عليه وسلم وإيت الرسول كأن لو نفتي ذي بانكوه بيهي انتو ساو في ريوم ماذا حكا روح لحي نمبا دا يا رسول الله هدا ضندن كلين يقوري آنقا والله وكلا ترتمي يا أني يقدر محمل كوجي أنك محمل كوجي أي هذا بس ده بقولي أفرشان لقصة دراية مركز صور ده الرسول كألا ما حد هيستا وعبد ما هيستو بح أي وحصور رأي وابح يقول السجاي وصلى على الرسول كلحمسهيلين وحمسهيلين هي أرض وحصور رأي ولو خاتم من حديد وفرات برأة فرات الذهب معها فرات فضاء معها وخاتم ولا لي الحديد وايبر حتى كان قبل على سيئة حوله خاتم كحديد كسوائي نقول كوارما قور كنا واربا قبل إنه قعنت كل جنا واربا فرات برنا ما هاي معكم بحيه يا رسول الله هذا إزاري ما عبست ما يستأبو يري قو أم ما يستا ورمحيك فلزا قو هذه أيضا السين أذا كتر لا هذه أذيك الله السين وح ما هي ستقبلني وسكفر يستي انتو دذالك رواد ذالك انت دذالك ارتان دذالك تبري ماشي اذا دكتوا قوني لكن ماشي رصاد فرصا شكاسي ندافي ميسي حمان ندافي ميسي قبل في فرس ندافي ميسي مانا قرسني سيد حقي اصع تامركا واسكفر يستنينكي الا مجلس كي كود راضي رسولك صلى الله عليه وسلم عوكو يري كالي ماذا معك من القرآن والقرآن متقانا محا قرآن اهو اتقانا نعم وحانا قانا بوداي سورة البقرة والتي تليها بقرية آل عمران لباب بقل لح يسيديتن آية سما بقرات آل عمران ومئتين آية اسكدر دوش مكا تقانا أو دوش مكا أغرين كرتا ها يا رسول الله وبقرية آل عمران بيقى معلمين بنا قد حجرته حدي الله ورهست هذا واحد قرص ذي ملا إلا واحد ما هني أفر يتمن يبقول كسورة بقلبي كهيان سورة البقرة يمد كحكتان أقانا بويري روايتها قروا إليه إن الله لا أنت تقانو قرآن بانكو قول مهريين قربا وحيدين لباتن آيات بر إن أنت رسولك صلى الله عليه وسلم مهر بالله قد جاي مهر بالله قد جاي بركة إلهي دحيالي نيدا في عن أحفاف بوربا نورسنان بوربا أذيعن واحد كمل قرط ضربتا أنت في ذاك أقص الضحايا مركي إسلام لها وح وحيابها إلهي أنه دباتوينك وحيابها أي نوغو دعيان قف كستا دنقاس وطا وح إلهي درتي أماها سبحانه وتعالى والله هذي اللي درتي آن لهيد قبلها صدنا ويفترنا لهايين
إذن كوردن نعفا في الأرسلان بالهلي لها وإن يدل اسكفرا نيدل لها جاجيا ربنا لقبقا دمر كاس الله لوغا عبسد سبحانه وتعالى تعالى إذن ميرك على دي سواصدا عقباتكو كميدي هاي والرجين دون هذه محاضرة دماتو إيو عبنا لقب دالي دونو قبل هنا إني مقلايان آديات بان الرجين يا مهردان أدقالين إيسان والا ليالدباتو إذي هاي صدن بي كتا لابسطي شاني صدن بي مريسا أفردن بي أسير دو دهي ولي لما قول سنين نين لآن ما هبين كستالو يماذا لكن محاكينو كلفي مر الله لمركي أفكا كالفرتو يوم مضح قعان تسارتا وحل شاقي مرقاسو ماشا كحرارايا واردباتي هديات وي تاكالي اي عقبات كقور كا اي هرتاقن وقبيالة دوالا ليال قبيلك وحو كميديا وحيابها وقرد بات تضبضا ويل اي قبر اسدونا او اللدرتي اسكدونا قبيل اسكدي ذا وحاو عصبية دعا جاهل نمذي يوحي هوري إن لقبح هو شيء مهم عبد الرحمن بن عوف ولا شيسة أيو قبي بلال بن رواحة زيد نك الله قمك عابو زيد نبب بنت جحش وقريشيات ولا ليال زيد وأضان لحريي والنبي إن إددي صلى الله عليه وسلم مر الله لمركو ولا لكت أدد إنو كمهريو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم القيرة من أمر بالغ سودجي ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأجد سيد الله الله رسولك الله وأقول هذا كالي كالي بويري أصدقى كحري ولا ليال سوى أبترسل قولي يا مانت سوى أبترسل سوى حيال الله اسمه قرسانه مدد كاساتهين حال الدين مصامبا أنت حدا حد كربا لبات النوع عصر دعضو ننعي دينا انتان قبر سنو حمي ام حايق جرادو حمي أنا ما حمينا يا واميا سادرت دوالا ليال أن أغانو يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وإن التعارف سميس وإن الضبكة كأقوان ستة الضبكة أتكحريرين لهي إن أكرمكم عند الله يتقاكم ننك إذن كوكو تقوى ضبضا ننك إذن كوكو في عن إذن كوكو كرام بضا ألا أبتيسا وكان إذن كو عبس بضا بردهي إلهي سبحانه وتعالى رسولك المحوير هدو إذن يماذو نن دين تيسا إيدبي عديسا أضل بعضان أقوريو قبله نصية لبضا أفيريا لبضا أفيرية لبضي محابة دلي قبيل يلعك لبضي محابة دلي عسبة دي الدولار لبضي محابة دلي وحيابة نوع عصوك لا سيدا درتد وحلو باهن يهي وحو حلقو قيمي ولا ليال دين هنقطو وحو حلقو قيمينا وإن الله كعبسي وأهادا وإن حالت دا نوع عسل أغادا دتك أهل الدين كا الدين كيقيني قبل كمتا يالك يا ويني أرنتا كسورو دو اسكدا عامدية dadkii culimada ahaa gobolka mid ah ayaa laga yaabaa arinta inay ka suurowdo iska daacamadii dadkii quraanka aqrinayay umada wacdinayay gobolka mid ah laga yaabaa in laga helo walaalayaal wama ubri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bis-su' sida darteed qof kasta oo muslim ah dhaga wax lagu maqlana leh waa inuu qodobka iska ilaaliyaa diin ma leeyahay dabeecad ma leeyahay wax ma dhaqi kara biri hadda isqabtaan war ma ka maqli kara oo micelin karta diin lama leeyahay oo salaad la aan miyuu ku joogaya guriga xaaladda noocaas ah loo fiiriyo taasa khayrkii wanaagu ku jira taasa rabbi agtiisa izzi karaama looga gaaraya shiiqa kitaabka akhrinaya marabta iimaankiisa inaad ogaato adoo tolkiisa aanayn gabartiisa doono markaasaad ogaanaysaay naagtaada ma rabta iimaankeeda inaad ogaato min yaro la qaada markaasaad ogaanaysaa heerkay xaaladu tahay marka xaaladaha noocaas oo dhan waxa qofku khayr iyo wanaag ku gaaraa wacay tahay waa markii ilaahay aayaadkiisa lagu dhaqmo waa diinta ilaahay walaalayaal qabiyaalad qiimo ay leedahay malaha wax dadka lagu qadariyaa ma aha labada qofood ee qabiilka isugu diidayso maqayd bay ka wada casheeyaan ka waran dhibaatada noocaas labada qofoodad isku diidayso iskuulka markay iskala soo baxeen meelahay soo mareen macaad ka ogtahay halkaa baa fadhiisa maya ku siin maayo maya ku siin maayo maya saasa tahay adiga xaaladda maxaa fara kugu jira marka hore waa in xaaladda la ogaadaa marka qabiilka oo la isku qadariyo waxay ka dhalataa ama keentaa caqabaadka guurka mashaakilaadka faraha badan dhibaatooyinka adag caqabaadka guurka waxaa kaloo ka mid ah sida dadka gobolka mida ay ka dhawaajiyeen ama ay tilmaameen waalidka iyo dadka ayagu mas-uulka gabadha ka ah
xaaladaha noocaas lug bay ku yeeshaan mararka gobol ka mid ah mar kasta ma aha laakiin mararka KBU 938B waalidku in badan rasuulku uu la hadlay sal alla alayh wasalam ilaahayna wuu la hadlay ilaahay wuu la hadlo wuxuu yidhi waankixu lyaama minkum isku guuriya ayagaaba la rabay inay istaagaan oo ay gabadhii wax u raadiyaan oo wax noocaas ay sameeyaan waankixu lyaama minkum wasaalixiin cumar ibn khaaab gabar 18 jir oo 20 jir u dhow yaa ninkeedii laga dilay waa gabar asaga uu dhalay garoo bay noqotay waa soo baxay cumaan ibnu cafaan buu u yimid cumaan oo xabsa garoob noqotay mu kugu daraa raashin uu siiyey miyuu waayo cumar radia allahu tacaala canhu maya wallaahi waa soo baxay mu kugu daraa maya aan ka soo fiirsada buu yidhi muddo kadib intuu u yimid buu yidhi guur inaan guursado diyaar uma ahi abuubakar buu u tegay abuubakar oo mu kugu daraa gabadhaydii wuu iga aamusay buu yidhi wallaahi cismaan ba abuubakar baa iga darnaa kan wuxuu yidhi maba rabiye kana iga darno iga aamusay hadal iima soo celin jawaab iima soo celinin cabaar markii la joogaa nebiga ii soo doontay sala allahu calayhi wasalam sacaaduu la raadinaya gabadhiisii muxuu ilaahay kugu abaalmariyey khayru qalqila inuu guursado rasuulka sala allahu calayhi wasalam cismaan cali abubakar meelaasuu ka raydaa khayr buu raadinaya ilaahay baa waafajinaya subxaana wa tacaala haddaad khayr raadisaa allah idin waafajinaay haquusanina walaalayaal nebi muxamed muxuu yidhi nebi muxamed mar allaalla markii cumaan uu u tegay cumaanna waxaad ku dartaa gabar xabse ka khayr badan waa mukaltuum waa gabadha nebiga sal alla alayh wasalam cumaanna waxaad xabsena waxaad ku dartaa nin cumaan ka khayr badan waa rasuulka sal alla alayh wasalam abuubakar markaasuu ii yimid uu yidhi cumarow raalli ahow waxaan u maleeya inaad iga xanaaqday markaad gabadhaadii bandhigtoon jawaabta ku siin waaye haa maxaan kugu xanaaqi waayo buu yidhi nin dhan gabadhaydaa ku garaamiyey dhahay ku siinaaye nebi maxamed oo hadal ahaayaan maqlaayay buu yidhi nebi maxamed oo dhahay anaa guursan doona xabsa ayaan maqlaayay sidaa darteed ayaa waxaan diidaayay sirta nebiga inaan bannaanka keena sala allahu calayhi wasalam wallaahi hadduu nebi maxamed ka tegi lahaa ama dhaafi lahaa waan guursan lahaa ujeedaa garoob kasta waa la asturi jiray gabadhii baad asturi la-adihiin garoob kastaa la asturi jiray way u kala tartami jireen walaalayaal ilaahay bay uga baqi jireen ummu salama markay dhimatay meeqa rijaalaa u timid markay asayda ka degtay meeqaa u timid abuubakar baa u yimido cumar baa u yimido hebel baa u yimido hebel baa u yimido dhammaan way rafdiday nebi maxamed baa u yimid sal allahu calayhi wasalam yaa rasuulla iska kaydaa islaan da' baan ahay bay tidhi waan maseer badanahay waxay kaloo tilmaantay inay carruur leedahay intaba waa xaliyey sala allahu calayhi wasalam intaba waa la xaliyey ummu xabiiba zawjkeeda xabashuu ku dhintay keligeedeed meesha ku noqotay keligeedee amul ku noqotay madiina laga og yahay nebi maxamed baa akhbaar u diray sala allahu calayhi wasalam oo loo soo mehriyey najaashi buu wakiil ka dhigtay waa la socotaan walaalayaal kuwii bannaanka iska badaaye shanta idinku meeraysan yaa tabar ulaadihi maat dhallinyaroy ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala xaaladda waalidku aad iyo aad bay u dhib badan tahay mashaakil adag haddii aysan u hoggaansamin amarka alle subxaana wa tacaala dhallinyaro badan baa caawanaysaa waan doontay waa la ii soo diiday yaa kuu diiday aabe yaa kuu diiday hooyo yaa kuu diiday adeer wakhti wax laysku diidaa lama joogo xilli baa laguu diidi karaa haddaada wax dhaqan karin yaa gabadhiis ku siisanaya haddaadan diin lahayn waa laguu diidan karaa haddaadan akhlaaq lahayn waa laguu diidi karaa sidaa darteed baa waxaa la rabaa in raggu ay hagaagaan markaad nin fiican tahay oo toosan oo aadaab leh oo akhlaaq leh oo rabbigii subxaana wa tacaala ka baqaaya waalidka aad niyad fiican ku hortagto yaa wax kuu diidahay dhalinyada gobol ka mid ah waxay ku socdaan qaab aan wanaagsanayn waxay rabaan in gabdho intaas lasoo koriyo iskuul lasoo asoo waxbana haysanin akhlaaq fiicanna aan lahayn shacaar islaamina aan ka muuqin gabadhin la siiyo yaa ku siinaya saasay jeegada ugu jaran tahay jeegadiyaasaa ugu jaran mar allaalla markuu aabuu arkaa buu ka cuuda bilaysanayaa nin noocaas maa la siinayaa marka gabar
مركا وإن شعار إسلامي كان مغضى وإن أهل الدين أطهاتا وإن خير يوناك يدين أدقص عطا وإن أوامرت إلهي أدفلسا وإن أدنقطا حتى قفك مركو نوع سويه هاي إنت بدل الله ما في ريح ولها إنت بدل وحدعي كرت أبوه نوكبه إنت بدل واسو رقل مركا ولا ليالو يانا اسكو درسرين حول الآن إي أخلاق حمو إي دين حمو وادبات أدي أدوين وادبات هذا مدة أقدرا رسولك صلى الله عليه وسلم والدك وله الله وعنك له الله آيدا وعوك لك له الله إلى سبحانه وتعالى النبي جيسى إئو يري حضيب إذي ماذو من دين له دابع عدنا له دين تكل جدوى لغو كافتومي واي أفر يطبن يبقلك ويقانا وفصيري كرا أحاديث توح بدن بوكا يقانا إنو سن أخلاق لهم بعد عكرتا السلام عليكم مركي قبر ودهضه أمي قذذا كالضاحصه لبات وين مالنت أنا قريق لغوه ينبا أخلاق بلو باعي ولا ريال إذا بلو باعي هي والله اسكو دعي كرا أخلاق وحكو حلي مشاكل با إيمان كرا أرنت وحي قبر طنبا وحالوغ فريا عاني دادي سي كورب ولا ريال عاني دادي سي ننك النوع عاصوان حافظه وانين قرآن كيقانا وانين دين كأي سذا درت إلهي النبي يسو كفتومي واي الدين كليجي إذا جاءكم من ترضون هدو إذي ماذا قف أضلت أعظانه إذن قنع الدين كيسا إيد بعدي سبو داي نبي صلى الله عليه وسلم أخلاق ذو وحوي أخلاق ذو وح آديات مهم نن أخلاق في عن لكن دين تو أيكو يرتهي إنو قبر دقوالك يا با لكن نن دين بدن يقانا أخلاقنا اللهين سوح كو دقوي عرقتهي سوح كدقو ايداد بيو ديباطة بادان تهي اذن والدين ته ام بادان وحان كلا دردار ملاها وان كلا هل لها وان اسو جيدين لها واحد ديد ماذا ليراه دو مربي اذن دو تهي اذن نفي عن تهي لكن مركة قبل كمدعة وحيابها اد وحكو ديدي سان كفير صدا وحيابها وحلقو ديدو وحيابها ان اهين حصمينينا رسولك وحي يري حداد ساس يلي ويسان ادون كوطن فتنه اي فساد با عمي دونا فساد با ايمان دونا ما ادل يدو لا عرن قبلها مركه غول كميد اه ما حاكلف اني دبات فربدان تيمادو ما حاكلف جبر عابل مهريي هبين دمين دشه ولاليا ما حاكلف جبر اورقبت الا مهريو وحيابا كسوده مغالده اي ادونك بدرفيديسا مركه فيرسا ولا تعجبيسا سو فساد كي نبي قتل ما صلى الله عليه وسلم جبر انت اللي قلبيي هبين تغاسي ليس دبا دغاي وون كسا او ييرينايا وا مركي دبا نينكي غبا اروسكا وداي وا لاغو امن اسبيتالكا كوليخيو فول با قبتي وا دها بل وايهي فولا وقبطيب وحالو سيوضا وحو فسادك الله تلماما يلغا عرره ولا ليالكاس واحد والديني انبذن إلهي كبق سبحانه وتعالى قبلهنا ربي اغا عبصدا ليذين مديدنا ميل انفعنين اناد اديدان اواد اديدي كرتان لكن قف الله لقف كاد عرقتان انو احدقنا ايو انو عقلي ليه انو وحوغا او هستو ها اديدين فاذبا بنت قيس با كدكتي اصايني رسول كاد هاي مرأة عندها عددي عددي مركات كوئركي كورد ما تيسو اغي سيبو يري النبي مركي أتمد بيت الرسول كألو عددين وإيقا قوضي أبو جهمين وإصاد دونتي معاوي بن أبي سفيان وإصاد دونتي معان سميا لبضا بها قول سنبو داي صلى الله عليه وسلم لبضا بداف نكا لغم مقعاب معاوي سعلوك لعق ما يستو وح ما يستو تيذك المركات انت أبهر تطو حتى عقلي بلو بها دالي يري وعوكولي وحانا يستبلغ ودادان إسي وحناق يا أبيه هذا الباجر الله وهذا الله حلبا إذ انت المامي خبرتا كوير طليرة بذن كوذي وحيابا لصميا أريموين بالماريا أريموين بالسكوكي كينا ما عادة يستا شنين ما يستو إلهي بايري إن الله هو الرزاق بذيشي لتاقتها إلهي وايري لكن رسول كفير صلى الله عليه وسلم ننكا وسعلو وح ما يستو ما عادة يستا كندر ربان يستا ووح معقول شنبق ربان يستا لحظان بقولنا قولة ده الله قد هل قوسو ديدان أرقنا قريقي قوات ديار دي هل قوسو ديدي سعلوك وانن كان لعق ما يستو إلهي بايري وان تبتغوا بأموالكم إن تحولين قد البطاء لباتن سنة إصدن سنة لسوكري وحب رشو أهو يا عانا سوقكو قدي جرتا وحب لقوسو باري
هذا كحد كورن هذا وحكله كسميس كورن حتى وحنك كفرحي حوحد هذا ليسن هذا المعنى بلو بأي هذا المعنى الذي كما هستو جاء في عنا الذي كما هستو محلين يقدم في أيام الجريبة مركز أدرت إلى سبحانه وتعالى الله قبقه خيرك وناجن أذه الله قدراله مركز والدك رسولك صلى الله عليه وسلم حال الضاس أت المامي قبلنا وعكيري كاسي سوا يا صهري وعصهري وجهم وصفر بذيه قال كفصرتي حديثك قال واحد وناقتهم بذيه دمر كنا مجعلة نمن كنا جراعة سادر تدب وعيري كانها جرسن واحد جرسة أسامة بن زيد ويل أضامد بوها بيتري مجعلة سنين لكن أمرك النبي بان قاتي إله بخير بذق يقدر يقول سبحانه وتعالى أمرك إله دان قادني كان نبي جا أدب له برواقو بيا خيري وناقنا واه قواله ليا بل يرضى وعندي لا إله يدي أدوع عبصرة عزمي عزيمي قال الله إما هذا أسبابنا لا إمادة أنت وإكدم بجبدة هليسان إن شاء الله تعالى قبله وعنده لها شن كن دولاري بقلت يتوان كن دولاري لواتن كن دولار كسو دقو وحقاب الملف عن إذن كنا إمادة إن شاء الله وحبذن بندعين دوننا إنو فورينكو إذن كو يراضو حالبانو تلمانو وحي الله ذا هيتري أما قبله إليهين بري مركو يفورو أيان سوقكو قلي دونا وانا رنتيد مركات فيرسو مركا الله بكدشو waa dadana iga tag gurigina isan ku noqon karnaa adey ku soo go'day waalidkii shalay yiri ka gursanin oo darta ay u soo raacday oo intay adeer iyo awoow ka soo wareegtay lagu soo raacsiiyay shalay kirigeed bay ahayn mid dabarkay ku wadaa midna caloosha ku jiraa midna gacanta ka wadaa gurigeedii bay ku laabatay way u baantaa waxa soo gasho samaha in laga qaado od mudantaa marka badama saas ay tahay idinkiina ila subhana wa ta'ala uga baqa gabdhihi gabdhahana in bana rabbi subhana wa ta'ala ha ka cabsadaanano khayr farabadan oo wanaagsan ha lagu dadaalo dhibaato badan oo badan ba taala mashaakil farabadan ba yaala gurigii marka la isugu tago wiilki markuu gacan marnaado dahabku gabadha u geday oo dhowalale ii gado suuqa ii geey aan ku dhibaatadii waxna haysaa uga baxne qarban ogolaanin gabdhaha gabal kamid ah manin baan dahabkay u gadaya naarta ka naadiye taag baatir baa la yiri hagda naarta ka dhaxnaadiye marka mushaakil adag waay dad isqaba oo xaaladooda saas ay tola dhaqmay marka walaalayaalo aan ilaahay ka baqna subxaana wa taala waalidiintana saasan marka dhigi lahaa idan bulshadu nadiif bay noqonaysa akhlaaq fiican marka waa la helaya ila xaqo waxaan ka barya subxaana wa taala inuu xaqna waafajiyo ila subxaana wa taala waxa in badan weydiisaneena guurka dhacaya inuu guur nadiif noqo dhigo wixii hore ay dhibaatooyin mashaakil ah iyo waxa meeshii yaalay oo dhanbi inuu ilaahay naga masaxo waa nafteeni sheytaan ba sabab u ah ilaahay waxa ka rajaynayna dhamaantayba inuu firdowsan nagu kulmiyo intii su'aala ayaan u gadeyna hadii rabbi subxaana wa taala wabillahi tawfiq wallahu subxaana wa taala شيخ سلام كدب إلهي أكو حفظه وحن مدو وذا سعني قبر وانا هشيني والد كدبان أتقي وين إيدي بين وتهدى المامين سببتو أه لبقى بطوط أو دلي با حد كهر لبويل أو أن اسكو فميل أهين انتو كدري سوح ميي ولبنا صوفري ساس درتيد بوني يقول دي دنيا هاي شيخ ما حسميا وانا ما تهدي هذا وين لما بدين او فبل كيسي اه يا لما قبل او ولا على احمي تي سد حد نحي ربان الى يكون در صدام مركة هرت ارينت مركة ميشا قارتو وحا نقم اي اله باقرنا سبحانه وتعالى ابهنا مروى البوحة هبون انو فيريو قفل بدين كيسا فرين كسيدي سب الدين دين اسلام كاقبتا صحابيات با لفري قبدا رك صحابيين با وحفري انتا صدن ويجرتي مركا اسباب تلقو قدي ذي حدي لك بقايو انت حميصو وعبسي كلي ايتهاي اله با غيب كيقان سبحانه وتعالى ان لقو دي ماهين لكن حدي او كادر امي انت جد كي كسي سعطو حالة نعس اله با يقان مروال با لكن ابا وحده لهين inuu isaga ogolaado waxa dhici karta labadii la xumeeyay abeel gud inuu Ilaahay uga dhigo subxaana wa ta'ala ninkani ninkii fiicnaa ee reerku ku degi lahaa asaga iyo hooyo xataa wax qaban lahaa inuu ka dhigo marka insha Allah ta'ala aabaha doona maqlaayana waxaan dhahaynaa insha Allah ta'ala bal iska sii hadaan diin iyo dabeecad lagu dhaliileynin marka insha Allah ta'ala ku soo duceynayna in lagu ogolaado hooyadii ayaa ka dhaqmi lahayd ee tirgabadhan ninkeega mar walibana waa igu dirtaa oo waxay dhahdaa iska soo fur anigana ninkeega waa rabaa
maxaad igula talishay qof waa dhibaatooyinka dhacay ka mid tahay hooyooyinka in badan waxaan ilaahay uga baryaa inuu ilaahay ay ka cabsadaa subxaana wa tacaala arrin noocaana way dhacdaa ninkana way ka dhacdaa naagtuna way ka dhacdaa hadda kor anagoo sacuudiga joognaa nin sheekh oo caalim ah muxaadaro qabanayay su-aal noocaana la weydiiyey nin baa wuxuu u soo qoray uu yidhi naagtaydii ani waan isjecelnahay si fiican waan u dhaqdaa wax dhibaato nagama dhex dhacran ee waxaan ka dhaqan la ahay hooyadeed maxaan sameeyaa waa hooyadeeda guriga ka ceeri lama dhihi karo waa mashaakil ilaan hooyaan ceyrina gabadhan haysana caqli ma aha aad buu u aamusay cabaar buu sheekhu aamusnaa markii dambe wuxuu yidhi kam cumraha meeqa jir waa kaasuu laa taqriiban 85 meelaha waa khaliyaasatamadwdhimantaamarka hooyada inta badan way ka timaadaa mashaakilaadka ninkana mar walba ama gabadhaba waxaan kula dardaarmaynaa inay kala qariso ninkeeda iyo waalidka wax kasta oo wanaaga xataa hadduusan samayn asaga inay u muujiso aad baan kula dardaarmi lahaa marka hooyo amarkeedana waa wax aad iyo aad u weyn ninkaaga haddaad rabto in lagaa furana waa dhibaato aad iyo aad u adag marka inta furiinka uusan imaanin waxaan kula dardaarmi lahaa amaan kula talin lahaa marka hore aad ilaahay u bari subxaana wa tacaala rabbi ka rajee qeyri wanaag inuu ilaahay ku siiyo xaalad fara badan oo noocaas ah kadibna kala qaari inta badan hooyaha hooyo iyo ninka insha allahu tacaala xataa marka gool ka mida lacag u dir markii hadalku kugu bilowdo wax xun u samey sheeko kale wanaagsan u bilow intaa inuu ilaahay khayr iyo wanaag kaa siiyo ayaan rajaynaynaa nin yurub ka yimid ayaan guur ku heshiinay bay tiri gabadhaan meherkayguna wuxuu ahaa $500 laakiin waxaan ku idhi si ay dadku si ay dadka ugu maleeyaan goobta meherka ka dhacaayo waxaad iigu sheegtaa $5,000 waxaan doonayaa in cadowgu iga jabo ninkii wuu ximeeyey anigana waxaan dhahay 500,000 ayaad isiinaysaa haddaad ifurayso dembi miyay arrintaa igu tahay waxyaaba badan oo dhacay ka mid tahay wiilba hadda koor saasoo kale yiriyo wuxuu dhahay saasoo kalean ku heshiinay oo waxaan dhahay 10,000 baan ku sheegayaa goobtee adigana $300 ayaa meherkeennu yahay waayay hoos bay ka heshiiyeen shiiqii bayd markaatiyaal baa fadhiyaa $10,000 ha dhahdo ma aqbashay waa aqbalay waa lagu mehriyey xumaan baa dhacday kaasay tiri waa isiinaysaa waxeega 10,000 meelaa uga fakanaayo ma jiro mar gabadhaas dembi may ku tahay buu yidhi sideedaba labadiin waxaad ku heshiiseen waay laakiin hadday gabadhu dhahdo anigu intaas maye wax kale ma rabo marqaatiyaal baa loo imaanayaa marqaatiyaashu maxay maqleen 10,000 soo maaha 10,000 baad bixinaysaa haddii kale iska ilaaliya dhallinyaro marka dhibaato aad iyo aad u badan waayo xaaladda nooca ayadana sheekh nin aad u maseer badan baa i qabay tiri naftuna ii keenay ciriiri buu igeliyey ilaah baa ila og ma qiyaano qof nadiifa ayaan ahay si kasta waan ula hadlay weli waa sidiisii maxaan sameeyaa waa maseerku aad buu dhib badan yahay marka hore inta raggu maseeri lahaa gabdhaha inay maseeraan baa fiican xaqiiqada marka la fiiriyo waayo muraayad bay jebinaysaa baabuurku muraayaddiisay kaa jebin beri baa soo samaysa soo maaha laakiin nin maseer muxuu sameeyaa mashaakil aad iyo aad u weyn nin baa intuu maseer waxaa la yidhi bisad baa intay albaabka soo bartay yaa wuxuu ceersanayay bisadda ilaa marka mashaakil aad u daro waaytaan marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u rajaynaynaa maseerka siisaba daawo ma laha rasuulkana sal allahu calayhi wasalam markay inantii tiri waa maseer badanahay wax kale ma dhin wuxuu dhahay ilaahay baan kuu tuugayaa inuu ilaahay kaa qaado waxaa aqri aayaddaa aqri iyo waxaa la siiyey kaniini maseer lagu tiro iyo ma jiro marka saas darteed horta waa dhibaato aad iyo aad u daran maseerka sidiisaba gabdhaha ha lagu kalsoonaado kalsoonida waa shay aad iyo aad u wanaagsan xaaskaaga markay taleefon inta kula hadlayso u ictiqaadi inay cafiifo tahay dan iyada muhiim ahan ay kala hadlayso shay muhiim ah sideedaba ninka tuugga dadko dhan tuug buu maleeyaa qofka xun dadkan inay xun buu maleeyaa marka kalsoonida waa lagama maarmaan haddii arrintu meeshaa gaartana dhibaato fara badan waay marka aad u bari adigana ilaahay subxaana wa tacaala si ilaahay khayr fara badan kuu siiyo annagana waan kuu soo ducaynaynaa iskana ilaali makaanu tuhma oo dhan inay timaado xataa moobilka iska dhig wax kasto wixiiba tuhma keenaya faraha kala baxa insha allahu tacaala sheekh su-aal waxaan la sheekaystaa dhowr nin
mid guur mid aan ka guursanayana ma jiro waa aan garan lahayn dhawdhina waa la sheekaystaa mid aan guursan waa garan lahayn waa dhibaatada ay haysato dhalinyaro in la sheegin waayo wax u qalmay ba la adaa gabadhii kan bee la sheekaystay kan bee la sheekaystay kan cilad baa ka soo baxday cilad baa ka soo baxday cilad baa ka soo baxday marka ciladaha aad isaga ilaaliya teeda kale gabadha waxaan kula dardaarmi lahaa waan dhihi lahaa ragga faraha badan sheekaysigooda way keeni kartaa waayo hadda markaa suuqa intaad tagto aad wax iibsanayso wax kas markaad fiiriso ku kasii fiican baad helaysaa kasii fiican baad helaysaa waxaad iibsata mataqaanid laakiin markaa intaad dukaan ku wareysad xabad ka soo qaadato aad iska soo baxdo dooq badan geli maysid marka sheekaysiga shukaansiga faraha badan dee hal ku kaaftoon insha allah halkaa markuu baxo baddu ka baxo ku labaad haddana ku saddexaad haddana laakiin haddaad dhammaan la wada sheekaysato mid baad caaba la sheekaysatay faraati dahab uu kuu keenay beri baad ku kala la sheekaysatay silsilad dheer buu kuu keenay ku kala la sheekaysatay taqab dhan buu kuu keenay kee baxsanaysaa marka marka waa la iskala wacaynayaa insha allahu tacaala marka ku gaabsa hal markuu ka baxa ka kale saa markaa samey insha allahu tacaala ilaahayna waxaan kuu soo ducaynaya inuu kheyrkii wanaaga ku waafajiyo ilaahay idinkii waxaan kala tagnay bay tiri gabar waxaan kala tagnay buu yidhi gabar sababtuna waxaa lahaa waalidkeed waalidka sow dembi kuma laha arrintaasi haddii aad kala tagteenba hadda wax kaloo isku soo noqdo ma laha iska cafi insha allahu tacaala way xanuun badan tahay dhallinyaradu aad bay u habaaraa waalidiinta haddii laga furo iyo haddii loo diido marka dhib ma laha haddii waalidka hadda waana ka hadlaynay sababta inta badan way ka timaadaa laakiin haddii waalidku uu waxay yidhaahdaan soomaalida gabar lama guursadee waalidkeed baa la guursadaa haddii waalidku wanaagsan yihiin gabadhu haddii caroota xataagaa lasoo garaacaya dhaqsanaata guriga ninkaagaa la leeyahay laakiin meeshii laga soo canaanan laaba haddii lagaaga taagan yahay dhibkeeday leedahay marka insha allahu tacaala haddii aad kala tagteen dembigeedan iska daa dembigoodan iska daa iskana cafi cafiskaasa ilaahay bedel kheyrqa wuu kugu siinayaa insha allahu tacaala taa markaa samey shiiqow nin muslim aan ahayn ayaa wuxuu idhahay haddaan adi ku guursado diinta islaamka ayaan soo gelayaa ee diintu maxay ka qabtaa dhibaatooyinka ugu waaweyn meeshay naga yimaadaan waa meeshaan gabar baa waxay la sheekaysanaysaa inaan muslim ahayn xaqiiqda marka gobol ka mid ah cabbaar markay sheekaystaan ay sheekaystaan buu guur ku soo qaadaa waxay leedahay gaal baa tahay aan soo islaama buu leeyahay soo maa suwa helu doonayaa waa kidbi iyo been waxaan waxba ka jirin saa darteed adigii see wax u islaabinaysaa hadda kore waa idiin sheegana jabuuti aanoo joogaa yaa habeen saaq dhexe gabar imaatay laba gabdhood baa isla socdeen shiiqa waxaa rodhi bay tiri nin faransiis ah ayaan soo islaamiyey iyadaa soo islaabisay guurna waa iskula taaganahay marka sidee loo gudayaa bay tiri in la guda rabaa sidee loo guda beeqa balaayiin oo muslimiin oo guda baa joogtaa dhinkaa weyna haddii hadda la gudo suu ku bogsan doon ilaahay baa garanayee walaalayaalna baa intaanaga daysaan xaaladdu see noqonaysaa marka mashaakil adag waay gabdhaha muslimaadka ah waxaan kala dardaarmayaa shaqooyinkan waa shaqo idinka sarraysa mar allaalla markuu qofku islaamaayo waa inuu u soo islaamo ilaahay diintiisa jecel u jeclaaday waa lagama maarmaan hadduu adi kuu soo islaamo faa'iida ma laha hadduu maanta kuu soo islaam beri buu ka noqonayaa sidaa darteed gabdhaha in badan bay guursadaan ragga noocaas oo kalaa ama halkan ha joogaano ama dibadaha yurubi meelaha ha joogaano waa in badan hadda kor waxaa nala ka wacay meel halabari baa jiray waa iska weydiin jiray mararka gobol ka mida meeshii wax jiro waxaan dhihi jiray maxaa qabtiin maanba weydiinna waan iska tegay markaan qadayna nala yidhaahyo gabadhii wiilka la su-aal loo duceeyo oo yaa loo duceynayaa gabadhaydii nin jarmalaa guursaday buu yidhi inaan ismataji wax yar ay dhinna wuxuu ku faraxsan yahay oo aan qur-aan u akhrinaynaa nin gaaloo guursaday macnaha waa heerka aan marayna marka la gaaro marka la fiiriyo walaalayaal marka waa dhibaato aad iyo aad u weyn gabadhan waxaan leenahay faraha kala baxa arrintan ninkan guurkiisana jooji sidiisaba waan soo islaamayaa hadduu soo islaamaya islaamkii culimmada u keen ayaga iyo isagaa
كلا هدلايا مركا أذيقنا قرق وضوغا بحيسا وحنا مده سو قاذيسيد ويا ميل مجيرو ونيت بالا فيريا إنما الأعمال بالنيات نمبا انتو مكا كبحي مدينة أهجرو ذي رسولك حويري أملو بحي أم قسب أهجري كان أذو كوسو إسلامي هدين تساهم أم إسلامين أضاعت أم قرين قبنا مركا رنتا ذي ساقا إلى عليها السلام عليكم قبر أيان إسبراني بوجري كدي بوحي إبرد هذي والدي أتك انت كدب والدك ايان اتغي خاصه ابيهد وحا او ايغو دحاي غبدا وح ايي برتا وح ايي برتا اديغنا ماركا هوره سو شقيسو كدبنا ابيهي غبدي وح برشو ديبدا اه ايو وديري ماركا شيخ مخا يرا غدبون كو ضافتي تاس هادي وح برشه ديبدا لو ديري تو كلو ميشه جوقتا وان وحبرشة دي بدل لو ديرينين تاسد إليسا إن شاء الله تعالى مركة أدعي أيضنا نفع عنا الله سهله هذه كان وحبيع كرتين رتين لغدا وكذا وتك خزائن وجرس أما مركة بضع دير هجر إن شاء الله تعالى لا الله واحد أقعدنا ولا عليان شيء أن خير كوجيرين يا شيء خير كوجيرة كلا جيرة وحلا جابا إن النعضة شيء خير نكوجيرة وحلا جابا إن جعلات شرنا يقوتها والله يعلم وأنتم لا تعلمون مركز درتي إن شاء الله تعالى إسكدة عرف كيف إلى حسيه عادينا تكل نروي بجوكته أيده يكون سود عينينا إله إذنك نن أيام بلن كقاضي كدبنا وحنا هاي نن دين كدبنا وحنا أركي نن دين يضبيعة كونا كونا كسن مكرا عكرا قبدي لحظي مهركة وحات أود إسي لكن أدوغ إيجا جبي أو طبان كون أو دولار وشيغي ميشة حفلة ده قور كاسي محو نقن كرا ننك آن ربو دين إيا دبيعات قوليه لكن لعك آن اسكو قورسانو مهستو ما حسميا وسدح سؤاله تكواد وحيتهاي نبم بلن كقاضي ننكفي عن طبيعة الدين تان أركي واتن هد وجدجاي في الفيروس كبدن إسكداية مت كان هد هداد رعذنا وحد هليسا كوكلو كسي دين الطبيعة بدن ما كتجي هدنا ككلمة أليسا هدنا وحد هليسا كو كسي دين الطبيعة يعني مركز درت الدين تي الطبيعة قف بإلهي قرب قيب وسيء صار لصعتان نند بعدي سؤيرتهاي دين تي سؤيرتهاي هناك في عمر بقنا يا جرا إلا حد يسوي لي قد سكود عين عررنا وهي سنا جهل مركز تيار كلب الهرت نينكي هراء هأوجا بحين دين إذا بعدي صاير درتيد ويا دين تو الله برانكرا أخلاق ذا نوحي دباتا وقد سكو صبر إنسان إن شاء الله تعالى مركز هك الراعين تاسن كولا دردار ملها قبل دي ده ذي تومن كهلا قد يمر كده صحيح وجرا ويا ميش قالبا يمد محامير كوا أنت بائع ما كو أقبل شيء واكو أقبله أنت من الله بعنا إن شاء الله تعالى نك الدين يدبي عدو ليه هاي لكن لعك أن إسكو جرسنا ما هستو ما حسميا وحسمين سا لبا مدات مدير قبة وعندرين هذا وحكو هلانا جرس هذيك أنا كوك الله وحستا أي ولالو إديا أهون هلايي إسك كيف صحده وإذا صعد كبدن إباطو كينا يا أنت بدن إن شاء الله تعالى مركن نك إسك جرس هذه ربي إدمو تاساخير كي وناغو كجرا بسم الله الرحمن الرحيم شيخ وحاجر تمالين ايان وحان قرسلي قبر وحان اس يفهم الكيدي قبر دي يفهم الكيدينا وان وايي بسم الله وحينا ايغو لحيد مهر سيدي وحيا يا شيخ هذا ما دي بمبي قبر تي دنبا باللقضة هايبا معامير وحيا وكرا كينا هاي مركا بلوالا بافنا ان شاء الله تعالى نلول إيه جيري وحي مركا فرسوغان تهي وإلا أغانيا مهير كاكس كسي هايسو إن شاء الله إلا اللقا حالينا يو هارينتي نصفي عن لو أغانيا لقا ياوين لسكا غافة صغيبة وحاو ميشو كو أوليد لقا ياوين إلما كلادن لي سبا لقا ياوين إنكا لحد اللقود دريبة وحاصد وصورة قل بارك إن شاء الله إلا حال في عن لقا هلا يو أكادي إسكان الصبر دو القاضو للنسو سعيتي إن شاء الله تعالى السلام عليكم مركا هوري شيقو وانكو marka kale waxaan ahay arday wax barta inaan guursadana waa raba waxna ma haysto maxaan suubiya jazakallahu khayra in badan baan ka hadalnay iimaan hadii la helo gabar waad helaysaa
إيمان هذه له له جبر وده ليس إن شاء الله تعالى وح ما هيستوى أي ويل كيري هذا وحن آخرنا ولو خاتم الحديث ما محاوح لو قدره قرآنك ويقيني مركع حوات هيستطاع إن شاء الله تعالى هيس قلبي جبينينا وحوان هيستنا إلهي النوس ياديو إنتان هيستنا الله نبرك يا دها مركع عصمين إن شاء الله تعالى دعادنا ببضي قبر في عن السورة سوء وانا لو قوم مهرنا يا إن شاء الله تعالى وحدي باطنا ملحا سوقنا قالوا صفي عن وقصو شقي وحي إلهي قصوصي سبحانه وتعالى دماشي قيبا بنتي وحرور أهنا كما تجين مركا مركو دردار مهي بو صالح قدك كدر دار مي أيو سدح قدك كدر دار مي وح دنبي أه مجاري بو كرا وحو يري قريقة وسدح قيب وعفلها ورحل مركي شاء الله تعالى وحيك الله موضوعك وصابتك أيان السلام عليكم اي وي دي سؤاشن وحان كو واتكو مهد سنتهي نين لبصانو مانا اركين وحان كو مهر سنهي نين لبصانانا ما اركين ولي معنى اسكما قلين ولي ولينا ما نقل قليل كمتجن عمل ما نصو صعده مركة تمركة ترى هذا إيمو وعودها يا ما إيمان كره وقت إسي عن وقت قاسي كتبة وشيء استمحان كسمين كره أنت بدن دتك وحن كلا دردار ملها كلا مقناشها دبعت بدن بوكينا ويلشي أنت سكر وريرين هي قبل ما يشي جوجا يرب إيميلها يوه هنقل تاجايا قبل أنت جوجينا ويل حق جوج سجى هنقل تاجايا والاسم هرينا يا والله إيمانا يا صدق بري تدوب بريك أبنا بوجوجا وبحد دب دم ملا أركايا سأعيش ناس مركا وإيمانا يسا مركا أنت بدن إسكا إلى عليا إن شاء الله تعالى ده لجو كل سوني هي ما هي أنت كله إسكا إلى عليا قف كست قف كأكتيس جوجها جورسدو تاسع وفي عنواي باهي بجفته مركا إن شاء الله تعالى قف كانوا حلينا هاي بل ويل كسن والله هذلي دونا إنه يمادنا وكوجوا بين دونا إلى وحنا كرجينا وحقنا وفجرنا مانتين إلى سبحانه وتعالى سكا يعفيو جور كما هلا ونجيو مسلمين تمام.